السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان طيبين، مرحبا بكم عند أطول رحمه كما العادة، ومرحبا بنا عندكم آسفي، ورحب بنا السي يوسف وعطانا واحد السيارة تبارك الرحمن جديدة. شكرا خويا يوسف، شرفتينا ورحبتي بينا وعطيتينا بياسة زوينة. وبالمناسبة دري زوين ومحالو زوين تبارك الله، وعنده بياسات زوينين نيت تكسانة، خدينا حتى هاد الحويجات من عنده، كسينا الدراري والفريق كلشي تكسر الحمد لله. وشكرا جزيلا مرة أخرى خويا يوسف، وقول لنا على البياسة اللي عطيتينا. عندهم واحد سيات أرونا 2022 توتونسيون إكسيلونس عامرة 44000، طونوبيل باقا سبق الدار، جديدة بريمير مان، كلشي جديد في الطونوبيل. جديدة الإخوان السيارة بصح، وتبارك الله عليك وإنسان طيب وسيارتك زوينة وانت دري زوين محالو زوين تبارك الله. هذه هما المعرفة هي اللي تدوم، كل شيء ما غيمشي فيها غتباع، كل شيء غيمشي فلوس، تبقى المعرفة هي كل شيء. وشكرا جزيلا لكم من آسفي، وتحية لجميع الإخوان المغاربة كاملين فيما كانوا، من آسفي من عند السي يوسف من المحل ديالو. شو سميت هاد الحومة؟ بلاد الجد. بلاد الجد مدينة آسفي. تحية للجميع وتحية للناس اسفي، شرفتونا كاملة دكالة عبدة كي جات الصغار. يلا سيدي السلام عليكم ورحمة الله. الله يبارك، شباب زوينين ومحل عنده زوين تبارك الله ديال الحوايج. السياط ارونا اللي عطانا الله يعطيه الخير. السياطة الإخوانية هذه، شارع الجد أو حي الجد هو هذا في مدينة آسفي، من حدا موليم نيت، راه هو اللي خرجها موليم هو الشركة، هو الفرع الحصري ديالها. موليم هو الموزع الحصري في الدوبل في ديالها، هذا الشيء اللي قال لنا الأخ يوسف. الصباح ان شاء الله نعطيكم عليها التفاصيل كامله ان شاء الله. البوتيك بوزادي عنده ثلاث ورق اللي بيع الاخوان ديال الاخ ديالو. صراحه ما تفهمتش انا وياه في الثمن الاخوان، ولكن اللي بغى يشريها على طريق انا مرحبا به، يعني ديال الاخ ديالو. هاد السياط باع لي يوسف، وهاد التوارق هادي راه ديال الاخ ديالو، موديل 2019، الاخر ديال 2019، ضربة 70000 العامرة، جيبة الطوا اكستريم، راه نتوما عارفينها الناس اللي كيقلبوا على التوارق. صراحة انا عطيته واحد الثمن ما قبلش به، دونك اللي بغاها ياخذها مرحبا به. انا شفت الطوموبيل فحصتها، يعني ياخذها على الضمان ديالي ان شاء الله، قلبتها سييتها، الصباغة ما كايناش، ولكن الطوموبيل تبارك الرحمن جديد العامرة. ساروت عند خوه ملي كان معنا قبيله شفتها، المهم راه العامره، يعني الاكستريم العامره 2019. لا الاخوان طلب لي 29، ورا كان عارفنا الاخوان ناخذها انا ب 29، شحال نقول للناس تجيني غاليه الا خديتها ب 29، شحال نقول، هذا هو اللي كاين. فاللي بغى ياخذها ب 29 يقدر ينقص له شي حاجه. ف المهم انا ما تسلكنيش، انا رفعت عليها يدي نهائيا، حيت بعيد بيني وبينه بعيد، ماشي عيب، وصراحة راحة وسهل الله في هاد السياط، الله يجعل البركة. المعلومة ديال التوارق رانا قلتها 2019، ضربة 70000 بروميير ما، راه عندو المالوفي ديال الكريدي ديالها. وهاد السياط هادي احنا خديناها الحمد لله، سويرتها عطاني سويرتات بجوج، هذا ديال رونج نقي الطوموبيل بزاف تبارك الرحمن. ستوب ستار ديمارا ستار، الفين واثنين وعشرين، ضربة 40000 الاخوة. لي مود معلم، الله يبارك سيارة تبارك الرحمن، مانية للاخوان ولكن جديد تبارك الرحمن. بغينا نعطيكم التزام لي فيدونج كاملين في لاميزو، كاملين لي فيدونج. يلاه درتي يا سيوس فيك؟ يلاه درتي ولا يلاه درتي يلا درت لها لي فيدونج في لاميزو ب 27 فهاد الشهر اللي فات الحمد لله. دونك نمشيو للقنيطره على خير وبخير ان شاء الله. الحمد لله.
لله كل شيء. الله كليمت الله جل الله تكسر. شو هاد الشارجور ديالك السي يوسف ولا نسيتي شي حاجه اخويا؟ انا يا الله اخويا بسم الله جيب لنا شي دوره اخي يوسف اسفي. مرحبا اخويا. انا عرفتي علينا الله ان شاء الله يحفظك. يلا سيدي الاخوان جيب لنا شي دوره السي يوسف اسفي. اسفي مدينه عريقه والله الا مدينه زوينه الاخوان ومدينه قديمه تبارك الرحمن. وبصح ناسها طيبين ناس الكرم ومدينة الأصل القديمة يعني تاريخية تبارك الله. قصر العمالة ما شاء الله. نجو عندكم الطاجين غزال هذا خصنا نضربو الطاجين الصباح. مدينة من الموارد السردين هذاك ياك خويا اسفي عندكم زوين. من المدن القديمة في المغرب تبارك الله. هذه غدا في الجامعة اسفي معروف بالفخار. ايه باب الشعبة هو باب الشعبة معروف بالفخار علي. ديال زايز طواجن ديال زايز بارك وناضي هادشي. شنو هذا؟ قصر هذا؟ ها هو قيدة خفيفة ممتاز تبارك الله. ناخذو معنا 3 ايام ان شاء الله. ندوزو معكم 3 ايام في اسفي ان شاء الله. هذا هو الخصر القديم. المدافع ها تورات اسفي ها. تاريخ المغرب في اسفي من مدينة اسفي تبارك الرحمن. ارونا ارونا برعتنا في اسفي هاد ارونا والله الا فرق زمان. الله يبارك الاخوان صراحة الطوموبيل عنده جديدة تبارك الرحمن. هي وديك التوارق اللي قلت لكم راه تاهي ديال الاخ ديالو طلب ليا 29 مليون 2019 قلنا ضرب 70000 عامر الاكستريم. ها هي الاخوان الله يجيب لها شي عشاق والعشاقه. السياره ديناميكيه بامتياز واقتصاديه ديال بصح. السي يوسف ان شاء الله نتعشاو ونتمشاو ان شاء الله. صراحة اسفي فيه الغربي والجو زوين تبارك الرحمن ديال بصح النقاء مدينة عجباتني. ها والله يسخر. نضيف عندكم الاخوان في اسفي لكن شي بياسه للبيع الله يرحم الوالدين شي بلاصات بحال هادي شي سيسيل طيب عنا الله يعطيكم الخير. في النمره 07 05 98 81 80